يعني زينب، وقت رح ننتقل لفقرتنا التالية، وقت بنحكي عن الأعشاب الطبيعية، مانا يمكن قصص فقط من فلكلورنا وعاداتنا، ولكن إنما هي لها فوائد كتير كبيرة بتمنحنا الصحة الجسدية، وخصيصا بشهر رمضان لجهاز الهضم للأعشاب دور كتير كبير بهذا الشهر الفضيل. لحتى نتعرف أكثر على فوائد الأعشاب معنا الدكتور شادي الخطيب، رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. يسعد صباح دكتور، رمضان كريم يا رب، ينعاد عليك. رمضان كريم عليك وعلى جميع المشاهدين. يسعد صباحك، ينعاد عليك بالخير والصحة. يعني عم نحكي عن موضوع الكل عم بيعاني منه، خاصة أول أسبوع من رمضان، مشاكل الجهاز الهضمي. تماما. في يعني بصير في شيء يعني ما له منطقي، وخاصة تغير العادات الغذائية. تماما، تغير نمط الحياة الغذائية عند كل حدا. خلينا أول شيء نعرف الأمراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي، وبعدين نشوف شو تماما. هو الحقيقة اللي عم يصير إنه نتيجة اختلاف التوقيت، نقص كمية السوائل خلال اليوم، دخلنا شوي بشوب، عم بيكون فترة الإفطار فرصة للصائم بانه يعوض كمية السوائل، وبده ياخذ كمية الغذاء يعني هو محتاجها. هي عم بيصير عندنا كثير من الحالات بعد الإفطار بيشتكوا من مشاكل هضمية، نفخة، تطبل بطن، آلام كولون عند البعض، حتى يعني خاصة السيدات اللي عم بيشتكوا من تشنجات هضمية، ممكن تغير بالموضوع الخروج، عم بيصير في عنا اكتام امساك عند البعض، او بيصير في عنا اسهال عند البعض الاخر. هالتغير هذا بيكون بالفترة الاولى ملحوظ، وخاصة انه نحن، وانا بدي اعقب هون على التقرير اللي تم تقديمه عن الجلاب، نحن للاسف عم نتوجه للمشروبات السكرية بكميات كبيرة، عم نفترض بانه هي المشروبات هي مصدر مهم لتعويض السوائل. حقيقة المشكلة الأساسية أولاً عم يصير في عنا اختلاف بالوزن كبير نتيجة هي يعني كميات سكر كتير، كميات سكر الكبيرة. ونحن تحت الهواء حكينا بأنه الجلاب اللي نحكي عنه، الجلاب الحقيقي هو ماء الورد، هو جلاب ماء الورد مع إما دبس الخرنوب بينضاف له دبس الزبيب، وبالتالي هو المفروض يكون طبيعي، ولكن للاسف حاليا اللي عم يتحضر هو بمواد صناعيه وملونات ومنكهات وبس. الجلاب الاصلي ممكن يتحضر بالبيت بهي الطريقه ويكون فعلا هو مضاد للعطش. عرق السوس كمان عندنا مشكله باستخدامه بكميات كبيره، نظرا لانه له تداخلات كثيره، جيد بكميات محدوده، وانتبه مرضى الضغط بشكل اساسي ومرضى الكلى على استخدامه. فالامر الاساسي هو نحن تغير العادات الغذائيه، كمية الطعام الكبيرة اللي عم ياكلها مع السوائل بنفس الوقت، مع كمية السوائل عم بيصير في عنا صعوبة بهضمها، صعوبة بتمثيلها، وجود كمية كبيرة من السكريات، عم بيكون كمان في عنا مشكلة أخرى بموضوع الاستقلاب والهضم وزيادة الوزن. عم تلاقي الناس بعد 3-4 أيام عم تشتكي، صار في عنا يعني بلش يشعر بهالمشاكل. أنا بدي أقول من المهم إنه نحن نرجع لعاداتنا وتقاليدنا. اليوم نحن فعلا في عنا ببيئتنا السورية مجموعة من النباتات هي مضادة للتشنجات الهضمية، وبتخفف من المغص، بتخفف من النفخة، من أهم الحقيقة اليانسون والكمون، من مركبات المهمة جدا فيها زيوت عطرية. وإذا نحن فعلا نستخدمه وبصير في عنا اعتياد، طبعا هم ننتبه على شغلة، في ناس بيشربوا كمون وليمون بشكل جيد، بس للأسف ما عم ينتبهوا إنه الكمون والليمون لازم ناخد الليمون طبيعي. اللي هو الليمون النظامي، مش حمض الليمون. الليمون اللي عم بيصير انه لحتى يحصلوا على نكهه مهمه عم بيضيفوا حمض ليمون وملح. نحول هذا المشروب الايجابي لمشروب سلبي، بيرتفع الضغط، بصير في عندنا تاثيرات ثانيه سلبيه تماما، موضوع التقرحات، الحموضة، المعده، وهي نقطه مهمه جدا. في كثير من الصائمين بعد الافطار بيشعروا بموضوع القلص، الحموضه المعديه بترجع باتجاه الاعلى، بنلاقي في عنا مشكلة، في عنا يعني هو عم بيعيش نص اليوم، أكثر من نص اليوم صايم، والقسم الثاني من اليوم عم يتضايق للمعدة بنص اليوم، تمام، عم يتضايق من مشاكل المعدة. لذلك لازم نحن أول شيء ننتبه ونقلل كمية الطعام اللي داخله دفعة واحدة، يعني ممكن نحن نجزئها يعني بشكل نقدر يكون فيه للمعدة إمكانية إنه تتعامل معها. نستخدم السوائل غير السكرية، نستخدم المركبات العشبية بالطريقة الصحيحة مثل ما قلنا. خلينا نرجع شوي على المركبات، في عندنا المليسة الحقيقة مهمة جدا، متوفرة بين إيدينا.
والنعنع، النعنع كمان بيخفف من تشنجات اللي ممكن تكون مرافقة لآلام الهضم. طيب خلينا نرجع على الطريقة الصحيحة لاستخدام الأعشاب، يعني مثلا بعد وجبة الإفطار شو هو الوقت يلي لازم بعد الوجبة قديش نص ساعة ساعة لحتى ناخذ إحدى هي المركبات العشبية نشرب هذا الشيء ساخن أو بعد الإفطار مباشرة قبل السحور؟ خلينا نعطي الطريقة الصحيحة لشرب الأعشاب. أول شيء خلينا نسأل سؤال، هل الشاي والقهوة هن من ضمن المشروبات المفيدة؟ الجواب قطعا لا، لأنه نحن بالنسبة للشاي صح إن فيهم كافيين ممكن نستفيد منه بوقت من اليوم، يعني نحن في كمنشط، ولكن إذا عم نحكي عن الشاي بعد الطعام فعم نحكي عن تأثيرات العفص، المواد العفصية الموجودة على كمية الحديد الموجودة بالطعام، فبيخلبها لكميات الحديد، يعني بيطرحها بيسحبها من الجسم، وبالتالي نحن ما بنستفيد من محتوى الحديد الموجود بالوجبه. هذا اذا شربناه بعد الاكل مباشره. تماما، لذلك نحن اليوم كثير من الناس معتادين انه بيخلصوا الاكل براد شاي. بيشرب براد شاي، طب بدل براد الشاي اللي نحن ممكن نشربه، خلينا نحول باتجاه اعشاب اكثر فائده ومهضمه، يعني هون السؤال المهم، هل نحن فينا نستبدل باعشاب مهضمه؟ تماما، وهي تغيير عادات بالحقيقه، ونحن الزهورات الشاميه مشهوره، يعني اليوم ما أنا شغله مستحدثه. يعني هي مشهوره جدا سابقا بانه هن يولفوا توليفه زهورات فيها ختميه، فيها بابونج، فيها مرات مليسه، بنعنع، مرات بيضيفوا ورد شامي، بيضيفوا هي توليفه الاعشاب اللي هي لها دور مهضم، مضاد للتشنج، بيساعد حتى الاشخاص اللي في عندهم حالات امساك على تغير هي العاده، يعني بيصير ملين لطيف. وهون ننتبه على شغله كمان، كثير في سلوك لاحظنا نحن من خلال استبيان عملناه بالصيدليات بسوريا بانه في كثير طلب على الملينات، وخاصه الملينات التي تحتوي على السنمكي، وهذا الموضوع شائع بالمجتمع السوري، اي ست او كذا انه بياخذوا هن الفكره من اخذوا حسب المعلومات اللي وردت من خلال الاستبيان بانه هن الهدف منه التنحيف وانه ما يستفادوا من الوجبه اللي اكلوها نهائيا. وهون بدي اقول شغله مهمه جدا، كل اللي عم يستخدموا سنمكي بقصد التنحيف هن عم يخسروا كمية سوائل بالجسم، عم يخسروا كمية، عم يصير في عنا اعتياد يعني على هذا الملين، وعم نغير طبيعة، أو يعني في ناس بشكل طبيعي بيكون في عندهم تفريغ للجهاز الهضمي، بيكون تفريغه منتظم كل يوم الصبح بيفوت على الحمام بطريقة منتظمة، لما بندخل السنمكي بما فيه من مركبات كيميائية نعمل هذا، بالإضافة لدراسة في عنا سمية لهي المركبات على الكبد في حال استخدامها لفترات طويلة، لذلك هون بدي انبه، في ناس بيشربوا أعشاب بتقول لك أنا عم بشرب أعشاب بشرب سنمكي، لا، بدك ملين، الختمية، الكتان ممكن يعتمدوا من ضمن الملينات الطبيعية اللي موجودة بين إيدينا، واللي ممكن تعطينا نتائج بدون تأثيرات جانبية. بالأمر الآخر نحن لازم نفوت بكل المشروبات لبعض الطعام شيء مهضم، فيه زيت عطري يخفف من مشاكل الهضم الموجودة. أهم مرشح لهذا الموضوع بنرجع بنقول اليانسون والمليسة، وممكن نحن يكون في عنا حسب الرغبة، يعني ممكن الزعتر البري اللي نحن موجود، أو الزوبع بيسموه بالساحل، أو ممكن نحن يكون النعنع اللي موجود متوفر عندنا، سواء النعنع الأخضر بعد ما ينبس أو هو أخضر، أو في النعنع البري اللي كمان ممكن يستخدم بمضاد تشنج، وبالتالي إكليل الجبل كمان من النباتات المهمة جدا اللي بتساعدنا بشكل جيد، فهي الأعشاب موجودة، نحن ندور على الطعم المناسب لنا ونعتمده، بناء عليه بنحصل على فعالية وبنخفف، فلذلك نستبدل الشاي بعد الطعام بهي الزهورات الشامية اللي هي مفيدة مهضمة بتخفف تشنج وبتخفف من مشاكل الهضم وملينة للأشخاص اللي عم بيشكوا من إمساك، وبنفس الوقت الأشخاص اللي عندهم طبعا حالات عصبية، في ناس عصبيين مدخن نتيجة انه هو صار له طول اليوم مانو عم بي 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 تمام، شيء لتخفيف الستريس، فبده شيء للستريس، الستريس اهم شيء، اهم شيء عنا بهذا المجال هو المليسة الحقيقة، نبات المليسة نبات مهم جدا الأصاب. متوفر فينا نحن نستخدمه بشكل منقوع، وهون حضرتك حكيتي عن طريقة التحضير، ما نحضر الأعشاب بالغلي، ما نغلي الأعشاب، نغلي المي وبعدين نسقط فيها الأعشاب، وما نستخدم مثل ما قلنا ملح ليمون أو حمض ليمون أو أي نوع من المركبات الكيميائية لحتى نحصل على طعم أفضل، نستخدم المركبات الطبيعية، هون بيكون نتيجة أفضل بكثير. ونرجع بنقول شغلة كثير مهمة، برمضان في ناس فعلا بيصير عندهم زيادة بالوزن، وفي ناس بيصير عندهم نقصان بالوزن، موضوع مرتبط الحقيقة بكيفية التعامل مع الطعام،
نحن بدنا نقسم وجبات بدنا ناخذها، بدنا ننتبه على موضوع السكريات. اكثر شيء بياثر على زياده الوزن برمضان هو الحقيقه موضوع السكريات، وخاصه الحلويات. ونحن اليوم متوفرين كثير ضمن المشاريب السكريه وضمن الحلويات وغيره من، فعم بيصير في عنا يعني نقص الحركه، كم وقت قليل حركه قليله، وبالتالي عم بيصير. لذلك هون مهم ننتبه على الاعشاب اللي بتساعدنا على ان هي تعمل املاء بالمعده. اليوم الكتان من الاعشاب المهمه جدا اللي ممكن استخدامها، سواء بشكل نحن طبعا اذا ما انطحنت ما بنستفيد منها، لانه غلافها كتيم لازم نحن نطحنها نجرشها لحتى نستفيد منها. ممكن نحن مثل ما قلنا في كثير خلطات موجوده بالصيدليات، اللي مو حابب يحضر، اللي حابب يحضر هي الاعشاب موجوده عندنا نحن ببيتنا، فينا نستخدمها سواء للهضم او للنفخه وتطبل البطن، مشاكل المعده. الحقيقه نجي على موضوع القرحه والحموضه. الحقيقه نحن في كثير من الاشخاص بيشتكوا من فكره انه عم بيصير في عندنا الم بالمعده، عم بيصير في عندنا تقرح. تمام، هلا هون خلينا ننبه على شيء. حقيقه عرق السوس مهم جدا للقرحه، يعني هو بيعالج القرحات الهضميه، بس بدنا ننتبه من مساله يعني الكميه والاشخاص اللي ممكن يكون مضاد استطباب لهم. الامر الثاني نحن ما يتعلق بموضوع الحموضه، نحن لازم نستخدم شيء ما يكون فيه سكر من هالاعشاب، فممكن نحن يعني نستخدم الشمره. الشمره لانه الشمره هي موجوده حتى بشكل كثير كبير، فينا نستخدمها نحن بشكل هي يومي. هي كحبوب كمان تمام، هي تمام، حبوب الشمره او بذور الشمره، فينا نستخدمها للهضم مهمه وللحموضه مهمه. نعم. وبتخفف من حتى التشنجات والالام المصاحبه للكولون العصبي اللي ممكن يصير عند بعض السيدات. نعم دكتور، يعني معلومات كثير قيمه عطيتنا اياها، ودائما بتعطينا اسماء اعشاب مفيده لكل مرض. كمان نتمنى الصحه والسلامه للجميع، ورمضان كريم، وما يتقلوا ينتبهوا بهذا الشهر، يكون هيك شهر خفيف نظيف بمر علينا مثل ما بيقولوا. شكرا لوجودك شكرا معنا. شكرا لك. شكرا كثير لك دكتور. يعني كمان بدنا نقول لكل مشاهدينا انه هي الاعشاب كلها عندنا سوق طير العقل، سوق البذورية. أيوة. في كل الأعشاب اللي ممكن نتخيلها، وهي كلها من أرضنا ومن خيرات هالبلد. شكرا كثير لك دكتور.